أطلق مجموعة من الفنانين البحرينيين الذين سبق وأن شاركوا في فعاليات منتدى أصيلة بمبادرة افتراضية برسم جدارية مشتركة، وذلك تعبيرا عن دعمهم للجهود التي تقوم بها مؤسسة منتدى أصيلة لاستمرار نشاط المؤسسة رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، تأكيدا منهم لأهمية استمرار الحراك الثقافي والفني لنشر رسائل المحبة والمودة والتعاضد بين الشعوب، إذ تعكس هذه المبادرة مدى ارتباط الفنانين بزملائهم الفنانين المغربيين والعالميين الذين دأبوا على المشاركة معهم في إحياء هذا المهرجان الفني الثقافي العالمي. وعلى صعيد آخر، شارك مجموعة من المفكرين والأدباء والمثقفين والشعراء الذين شاركوا في مواسم أصيلة السابقة برسالة مسجلة عن طريق الفيديو تحمل تحية مملكة البحرين إلى أهالي منتدى أصيلة. حقيقة أود أن أقدم تحية شكر وتقدير لمنتدى أصيلة في المملكة المغربية الشقيقة. هذا المنتدى الثقافي الذي استطاع على مدى أكثر من 41 عاما في أن يتواصل مع مثقفي الوطن العربي ومثقفي كل بلاد العالم، واستطاعت إدارة البحوث الثقافية بالديوان الملكي بدعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في أن توائم بين منتدى أصيلة والبحرين، لنجعل من البحرين محطة أخرى من محطات منتدى أصيلة. في عام 2004 أقيم نشاط أو نقل جزء من نشاط منتدى أصيلة إلى البحرين، وشارك فيه فنانون من البحرين، وشارك كذلك فنانون آخرون وأدباء وكتاب ومفكرين وشعراء من مختلف دول العالم، واستضافت البحرين حقيقة تظاهرة كبيرة من المثقفين المشاركين في أصيلة، واستطعنا أن نقيم نصبا تذكاريا موجود في جزيرة حوار يعطي صورة واضحة لهذا الإمكانية في التوأمة بين الأنشطة الثقافية في الوطن العربي.